وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا مستشار نائب وزير المالية الأستاذة نيفين منصور. أستاذة نيفين أرحب بك، وما هي تفاصيل المبادرة في مرحلتها هذه وكيف ستسهم في تعزيز الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية في مصر؟ مساء الخير. أولا احنا الحقيقة المبادرة دي بدأناها زي ما حضرتك أشرتي منذ 2019، بدأنا عدة مبادرات مش مبادرة واحدة لسداد متأخرات من دعم الصادرات للشركات المصدرة المستفيدة من هذا الدعم، وعلى مدار الخمس سنوات اللي فاتوا قدرنا ان احنا نسدد 62 مليار جنيه مصري لأكثر من 2700 شركة، وده كان ليه أثر الحقيقة إيجابي جدا في ان الشركات والمصانع تقدر انها تفضل فاتحة وتحتفظ بالعمالة وتلبي من الطلبات للتصدير والطاقة الإنتاجية بتاعتها، وخصوصا ان عدى علينا فترات فيها تحديات كثيرة من سواء وقت الكورونا او تحديات اقتصادية للظروف الاقتصادية العالمية ومنها مصر. فزي ما قلنا ده ساهم الحقيقة في استمرار العملية الإنتاجية واستمرار العملية التصديرية. نعم، المستهدفين من هذه الدفعة من المبادرة والتي أعلنت الوزارة عن دعمهم من خلالها؟ أي مصدر كان عمل عمليات تصديرية حتى مشحونات 30/6/2023 كان قادر إن هو يقدم عندنا في وزارة المالية ويستفيد من المبادرة ومن الدعم. احنا قعدنا شهرين فاتحين باب التقديم من تقريبا 10 مارس ل 10 مايو، وابتدينا الصرف، صرفنا دفعة أولى يوم 6 يونيو والنهاردة الدفعة الثانية، ومكملين عندنا يومين صرف تانيين يوم 11 يوليو بإذن الله ويوم 8 أغسطس، وبنحرص دايما إن يكون في أكتر من ميعاد صرف بحيث نقدر إن احنا نصرف لأكتر أكبر عدد من الشركات من اللي تقدموا من خلال المبادرة. نعم، إذن يعني كيف سيسهم ذلك في دعم الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية في مصر أستاذة نيفين؟ يعني زي ما وضحنا طبعا فكرة إن يبقى في مساندة نقدية ودخل في الشركات دلوقتي أو المصانع دلوقتي في ظل الظروف الاقتصادية، ده بيبقى شيء جيد جدا، إنه زي ما قلنا بيقدر إن هو يشتري مستلزمات إنتاج، بيقدر إن هو يفتح خطوط إنتاج جديدة، بيقدر يحتفظ بالعمالة، بيقدر إن هو يزود من الإنتاجية بتاعته علشان يقدر يصدر أكتر، فده كله بيصب بالإيجاب في عجلة الاقتصاد طبعا. نعم، وهل هناك مخطط للمرحلة القادمة من هذه المبادرة؟ إحنا دي المرحلة السابعة من المبادرة رقم 6، زي ما شرحت الأول إحنا في كذا مبادرة ابتديناها من 2019 وكل المبادرات مكملة معنا، ولكن السداد النقدي الفوري هي أكتر مبادرة طبعا بتلاقي استحسان عند المصدرين، لأن زي ما قلنا بيخش لهم كاش، فده بيساعدهم في يعني زي ما شرحنا كل بقى الدورة الإنتاجية بتاعتهم. فإحنا حريصين إن كل فترة بنعلن عن مرحلة جديدة بحيث إن إحنا نقدر دايماً إن إحنا نكون بنسدد من دعم الصادرات ويبقى العملية دي عملية مستمرة. نعم، أشكرك شكراً جزيلاً. في النهاية مستشار نائب وزير المالية الأستاذة نيفين منصور كنت معنا عبر الهاتف.